نخلص اهو. انتوا عليكم بس الاكل. اي بس انا. زين ايش انتوا ايهم يعني الشركه بتاخر يعني. هذا اكو اسباب يعني بس المعدل الخطي اكو مشكله بين وزاره الصحه وبين اليو ان دي بي لحد الان يعني ما حدد النوعيه فنحن ما نقدر نمشي لازم يحددون نموذج المعدل الخطي حتى يقدروا يشتغلوا ارتفاع وارتفاع واصلنا من تعاقدنا لهم هو المستشفى الاورام ما عندهم اذا المستشفى المفروض نعطيهم لا ما يخالف احنا واحد تعاقد واحد المفروض عندكم مواصفه معلومه صارت لا لحتى ما جانا اي شيء يعني قبل يومين كانوا اللي عندي في يمي قالوا بعد 10 ايام نعطيكم القرار النهائي. انا اصلا هذا متعطل عليه لان البنايه كلها ما اقدر امشي بها ارتباط تعرف انت استاذ قصه يعني ارتباط السقف مع سقف جدران مع جدران عندي انا اقول ايضا باك فولنج عندي يعني هاي كلها مال معجل؟ هذه المتروكه كلها معجل هاي المتروكه اللي طالعه بس بها دولات هاي الشاشه الحديد. هذه ايش خلصت هذيك؟ هاي هسه بيتونات هاي نشتغلها وخلصنا هاي البنايه هسه نشتغل بها بناء نشتغل بها شغلات الدكتات الوايرات البلاك ستيل. ايه صار الاستقبال هناك المرضى هناك موجودين الصاله الردهات هناك موجوده بهذيك البنايه هنا يعني بس فقط فحوصات المعجلات فحوصات المعجلات يعني انا كم طابق راح يصير طابق عند البدايه طابق للنص طابقين وبالاخير ثلاث طوابق تطور معي.